السلام عليكم، مساكم الله بالخير يا حبايبي، وعساكم على القوة. واللهم صلي على محمد. اليوم جمعة، في ناس يقولون الصوت، أنا أحاول ألصق فيكم عشان تسمعون الصوت. قصتنا اليوم حصلت في تبوك، تبوك الورد. ما هي يعني تقريبا لها 15 سنة، 15 سنة حولها بداية الجوالات أبو 3000، يعني هذيك الأيام. عام كم بالضبط والله ما أذكر ولا أبغى أتذكر، أنا أحاول إني ما أشغل مخي كثير. الله العظيم. المهم يا حبايبي، ذيك الأيام كنا في تبوك، كنا شلتين، أنا وأخويا الله يستر عليه، معنا شلة يعني تقريبا 7 أنفار وسبع أنفار، كثيرين، كل 7 ساكنين في عزبة، يعني بيننا كم شارع، يعني من أهل الغربية ومن أهل الجنوب من هنا. فانقسمنا في شقتين، صرنا مرة نسهر هنا مرة نسهر، يعني روحات وجيات، يعني كنا عزبة واحدة. هذيك الأيام كنت راجع، أنا حاول أني أرجع عسكري، لسه ما دخلت عسكري، حاول يعني اللي ساكن معهم كلهم في الجيش، أخوي كان في الجيش وأخوياه كلهم في الجيش، الله يستر عليهم، اللي مات الله يرحمه واللي باقي الله يطول في عمره. المهم يا حبايبي، يوم من الأيام ما درينا إلا الشقة الثانية جات الحكومة شالتهم كلهم عن بكرة أبيهم، ومعهم الدفاع المدني، معهم الضفادع البشرية، ما أدري ليش جو. ما بحرق عليكم الفيلم، معهم الضفادع البشرية. المهم الدفاع المدني حكومة جات، لا إله إلا الله، الشارع انسد. المهم شالوهم يا حبيبي، ولا حس ولا خبر، فيهم اللي متزوج وأهله بعيدين عنها، يعني ساكن عزابي، وفيهم اللي لسه عزابي، فيهم العريف، فيهم الرقيب، فيهم الرئيس رقبة، شالوهم. يا ولد لا حس ولا خبر، أول يوم ثاني يوم حتى الباب قفلوه بالشمع وحطوا الشريط هذا، يعني مصيبة، ما أدري إيش صار. نروح نسأل ما يعطونا خبر، يطردونا. توكل على الله، توكل على الله، أحسن لكم لا تنسحبون معهم. يلا المهم حاولنا نشوف الموضوع، جانا الخبر إنها جريمة قتل، بس ما أدري مين قتل مين. هذا اللي سمعناه. يا ولد معقولة؟ نعرفهم أخوانا. المهم اليوم 15 أو 16، يعني جلسوا تقريبا 5 أسبوعين 3 أسابيع إلا وخرج منهم واحد، خرج أول يوم وجانا. إيش السالفة يا حبيبي؟ الله يستر عليه، غامض، الله يرحمه، مات، توفى، يا الله توفى، توفى بسكتة قلبية وهو يسبح، غطس في المسبح كذا وتوفى وهو في الموه، يحسبونه يسوي حركات وهو متوفي، الله يرحمه ويغفر له. القصة في قصة، مشوا حالكم. الله يرحمه. المهم إيش السالفة يا حبيبي؟ قال يبغى لها جلسة، جلس معنا، قال يا حبايبي جيراننا فلان وفلان، تعرفونهم؟ قال إيه نعرفهم، خلينا نرمز لهم، واحد شمالي واحد جنوبي، الجار الشمالي والجار الجنوبي، جيران ومتزوجين بعوائلهم، عرفت؟ واحد نقيب، نقيب في الأدلة الجنائية، ما أدري، المهم نقيب شيء خطير، نقيب يعني في التحقيقات في حاجة. الثاني لا، جاره بس إنه ما أدري فين شغال، اللي هو الشمالي،
نقول عنها الشمالي. الجنوبي هذا انتداباته كثير، عرفت، انتداباته كثير وسفرياته كثير، بعض الأحيان يغيب بالشهر بالشهرين. لما يجي يغيب ولا يروح مكان يوصي جاره الشمالي، يا جار تكفى عيالي إذا احتاجوا شيء ولا شيء لا تقصر معهم أبد في عيوني، يعني الباب في الباب جيران. بيوت شعبية ذيك الأيام، أكثر تبوك بيوت شعبية، البيت رخيص تستأجر ب500 في الشهر، بيت كبير. والله يا حبيبي النقيب هذا خوينا هذا اللي طلع من السجن توه، خويه اللي كانوا ماسكينه، صاحبه دائما. المهم دائما يوصي جاره، إذا جاء انتداب سفر يوصي جاره. جاره الشمالي هذا يوم من الأيام اتصلت حرمة جاره على زوجته، قالت خلي جارك يجي بالله يغير لي يعبي الأسطوانة ويغيرها، ما أقدر فيها. قالت ابشري، أخذ الأسطوانة دخل البيت، حط الأسطوانة عند الباب وفكت لها الباب ودخل، شال الأسطوانة ودخل. يوم دخل صار يطارد الحرمة، يبغى يغتصبها والعياذ بالله. طاردها من غرفة لغرفة، عيالها صغيرين، المهم مسكها وافتعل فيها، أسأل الله السلام بالقوة. يوم افتعل فيها ندم وصار يبكي عندها ويسلم على رجولها ويسلم على يديها، تكفين دخيلك استريني ولا حد بيدري وانا ندمت والشيطان اعوذ بالله منه. المهم طردتها، قالت اطلع يا ابن الحلال اطلع، طردتها وسكت الباب، جلست تبكي مصيبة الله وحائرة في امرها. ان جاء جوزها تعلمه، ان علمته خلاص حياتهم بتخرب، يعني مستحيل يعني حياة بترجع طبيعي. قالت ابسكت أبسكت. المهم جاء زوجها وما كان شيء صار، ما علمت سكتت، وهذاك سكت الخسيس. المهم راحت الأيام وجاءت المرض، مضى على الموضوع هذا ممكن 6 شهور 7 شهور، وجاء للرجال برضه انتداب ثاني، مأمورية ما أدري انتداب، المهم ما أدري ليش يسافر، أدري دورات، المهم إنه يسافر مدة طويلة. ونفس الشيء وصى جاره، تكفى يا جار انتبه لعيالي. قال ابشر. وأراد الله سبحانه إن برضه نفس الشغلة أسطوانة. قالت الرجال ندم وبكى ومدري إيش، وانتهى الموضوع وجالسين نحاول ننسى. اتصلت قالت بالله خلي زوجك يجي يغير الأسطوانة مرة ثانية، يعني بعد فترة، بعد تقريبا 6 شهور 7 شهور. قال طيب. الرجال حط في باله، قال بس يعني ما جاء في باله انه من جد محتاج اسطوانة، لا قال اكيد هذه تبغى زي المرة الاولى. شفت الشيطان كيف حريص لعب بعقله، وفعلا دخل بالاسطوانة ومسكها مرة ثانية ويفتعل فيها. المهم طلع من عندها بعد كم يوم، جاء زوجها قالت له يا ابن الحلال ودني عند أهلي، خلنا سير عليهم أشوفهم وسلم عليهم وغير جو كم يوم ودني عند أهلي. قال ابشر. معهم أظن عيل، مدري عيلين صغار 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 ما يفهمون صغار. لما نوصلوا عند البيت قال تسمع، جارك حصل منه كذا وكذا وكذا المرة الأولى، هذيك المرة تذكرها، والمرة الثانية هذه السفرة الأخيرة.
وطلقني. كيف؟ قالت جاك العلم، طلقني ودخيلك لا حد يدري عن الموضوع، حياتنا انتهت مرة، خلاص دمرت حياتهم. إن رضيت أنت ما بتقبلني، ولا العشرة ما بتكون زي أول، خلاص انتهى، خربت الحياة من جد. يعني تخيل الموقف، استغفر الله العظيم، الله يبعد عنا الشر ويحفظ أهلنا وعيالنا. تخيل الموقف، يعني خلاص دمرت الحياة ما فيها. قال خير إن شاء الله، نزلها ورجع. النقيب صار يغلي يغلي، دمه فار، بس انه ذكي، يبغى ينتقم بطريقه حلوه، بطريقه يعني ما حد يدري. راحت الايام، سكت هذا، سكت يعني، موجود جاره وذا يشوفه، كان ما في شيء، حتى يرسل له الخسيس هذه، يرسل له اكل، يعرف ان عزاب سفره له، يرسل له اكل ويتقابلون، وهذا سلام عادي، ما كنا في شيء. ينتظر فرصه، جالس يخطط له. المهم يا حبايبي، يوم من الايام حصل ان الجار هذا الشمالي صار عزابي، ما ادري، المهم ودى اهلها، برضه سفر اهله وعزابي. قام النقيب هذا ايش سوى؟ عنده دورة المياه الله يكرمكم، فرشها ببلاستيك، عرفت، فرش دورة المياه ببلاستيك، ما خلى فيها مخز إبرة على قولهم، بلاستيك. الجدران ايش سوى؟ شغل الموية الحارة عشان البخار يمسك في الجدران. هو ذكي، هو تقريبا وظيفته جنائي، المهم وظيفته مخليته عقله نظيف، يعرف الجرائم، عرفت، خلى البخار. قبل ما يشغل البخار كلم جاره، قال اقول لك ما دام ان عزابي، ايش رايك نجي نتعشى مع بعض، نسولف ونسهر. قال خلاص تم. اشترى عشاء وجاء له جاره، يوم قبل ما يجي له شغل البخار، ناوي يبته ما فيها. المهم يا حبيبي، اصلا حتى ما جات نفسه يوم فرش السفرة، ما يبغى ياكل، يبغى ينهي الموضوع، ما يطيقه، ما يتخيله، ما يتصوره يعني. المهم يطلع المسدس كذا عيني، قال ذابحك ذابحك، شهد. يا ابن حلال صل على النبي، تعوذ من الشيطان. قال مرة انت ما تعوذ من الشيطان، انت لا صليت على النبي ولا عرفت الجيرة ولا عرفت الأخوة ولا عرفت شيء، يعني ممكن لو اي واحد في محله يا رجال على طول، والله ما يبغى له عار هذا. تشهد، قال ذابحني ذا، قال ذابحك، امشي مع الحمام، ويدخل دورة المياه ويهب له واحدة في الراس. ويلف في البلاستيك البخار هذا عشان لا يمسك الدم في الجدار أو بصمات، عرفت، يقولون إن ما إذا في بخار الدم ما يمسك، ينغسل بسرعة ويروح، لأن الدم سبحان الله حتى لو غسلته من جدار من فرشة فيه أجهزة تطلع بقع الدم، هذا البخار لا، يخفي الأثر. ويلفه في الأكياس هذيك ويكفته في شنطة سيارة، سيارة الشمالي هو نفسه المقتول، ويأخذ السيارة والخلا، رماه في الخلا هو سيارته. رجع البيت، لما رجع البيت ما له إلا صاحبه هذا اللي قلت لكم، اللي يحكي لنا السالفة، يقول جاني علمني بالسالفة، أنا سويت وسويت وسويت وهذا السلاح. يقول أخذنا السلاح ورميناه في الخزان حق العزبة،
مسدس رميناه في الخزان. يقول خوي بس طل عليه والله شو اسوي. جاني وعلمني قلت معك معك زي ما تجي تجي. هات السلاح. يقول اخذت السلاح رميته في الخزان. ويقول السالفه لها كم شهر ساكتي. جاء خبر انهم لقيوا جثه في سياره ان فلان طلع فلان الفلاني، لكن لا بصمات ولا شيء ولا اي دليل. سكتم بكتم. يقول خوي النقيب هذا ما ارتاح. يقول طول الشهور هذه ما نام ما ينام. شوف الدم سبحان الله يا اخي الدم ما يرتاح. راعي الدم والله ما يرتاح ما يرتاح. في قصص اعرفها يا اخي، واحد ذبح 30 سنة له لكن ما عمره ذاق طعم النوم ولا الراحة. الدم ما يخليك ترتاح سبحان الله ما يخليك ترتاح إلا الدم. يقول أقلقني كل شوي يجيني يا ولد أنا تعبان نفسيتي متحطمة ما أتخيله ما أنام ما أرتاح ما أسوي. قال سلم نفسك إذا هذا وضعك. يقول بغى يقتل نفسه بغى ينتحر. يقول منعته. قال سلم نفسك يا حبيبي إذا من هذا وضعك سلم نفسك، ممكن أن أهله يفهمون القصة. قال أصلا القصة ما أبغى أقولها ما أقدر أقولها يا أخي، ما أقدر أقول أن أغتصب زوجتي مرتين تنفضح زوجتي. هو قد طلقها طلق زوجته ما العشرة بينهم خربت فهمت. المهم جالس هذا صار زي المجنون. النقيب صار يتغيب عن عمله صار ما يدوروا له دقنا كذا صار زي المجنون انتهى مرة. آخر شيء سلم نفسه يعني بعد معاناة وقلق وأرق ما ينام وصار زي المجنون. بعد الله حق مخدرات ولا هو حق شيء أبد، عاقل إنسان مواظب على عمله وشاطر في عمله، لكن الله ابتلاه بهذا. ما أدري إيش نقول عاد مات ما أدري إيش نقول. المهم الله يستر لنا ويستر أهالينا. الله ابتلاه بالمصيبة هذه سلم نفسه الأخ علمهم بالقصة. ما فيها لازم المحققين لازم تذكر لهم القصة كاملة ليش قتلت وليش وسويت وليش. المهم يقول ما خوي يقول ما أدري إن الحكومة طاب علينا. يقول ما جاب سيرتي. يقول أنا رحت سمرت عندهم ورميت السلاح في الخزان حقه. يقول خزانهم بيننا وبينهم سيب. الخزان أول شيء أشوفه هو. يقول شفتها أحسن مكان عشان كذا جابوا الضفادع البشرية عرفتم نقزوا الخزان وطلعوا السلاح. يقول والله خذونا كلنا تحقيق 15 يوم. بعدين ذيك الأيام ما في اللابس خيزران. أنتم ساعدتم أنتم معاه أنتم ما معاه. هو يصيح يقول ما معي أحد. يقول أنا سويت كل شيء. وعلمهم بالسالفة قال حطيت في الجدران كذا وكذا. راح ودخلوا دورة المياه الله يكرمكم ودوروا أثر ما فيه أخفى كل شيء. هو ما شاء الله عليه فالجنائية مدري. المهم أنه في موقع فنان والله. يقول تحقيق. يقول 15 يوم يا ولد. يقول ما نمنا ما ارتحنا أنتم معاه ما معاه. يقول هو ما اعترف علينا. المهم يقول بعد 15 يوم هذه فكونا وطلعنا. يقول خلاص الشقة ذيك ما عاد نبغاها كرهناها. استاجروا شقة ثانية. هو ما أدري اتنازلوا عنه ما اتنازلوا عنه الله أعلم، لكن أعتقد والله لأن ما سألنا. أنا سألت نقلت من عندهم. والغامدي هذا توفى الله يرحمه توفى بعدها تقريبا سنة نط مسبح كذا وهو وسط الموية جاته سكته وتوفى. ولا زدت سألت في الموضوع لكن أعتقد أنهم تنازلوا عنه الله أعلم. يعني الظاهر أنهم بيتنازلوا عنه لأن واحد يا أخي خسيس واحد
استأمنت على أهلي. الرسول صلى الله عليه وسلم وصى على سابع جار، فما بالك هذا الباب في الباب. يقول والله صياح أطفالهم عندي، ويقول مشاكلنا عندهم ومشاكلهم عندنا، يعني ما كنهم في بيت واحد. يعتدي على زوجتي ليش؟ مرتين، أول مرة سكتت والمرة الثانية برضه. فانتبهوا يا أخوان، الجيرة الجيرة الجيرة، اي والله جارك يا أخي جارك لا تتجسس عليه، لا تأذيه، يعني خلك معه كأنه أمك ولا أبوك. اي والله انتبه لجارك، إذا ذاك خلك معه طيب. في بعضهم لا والله، إن بعض الجيران، والله يا بعض الجيران أعرفهم إنهم يتلصصون، اللي تلقاه في الطاقة، اللي تلقاه فوق السطوح. يا أخي هذا جارك جارك. المهم إن شاء الله إنهم تنازلوا عنه، والله ما أدري القصة، ما أدري إيش نهايتها، هم قصوه أو إنهم تنازلوا عنه. وهذه قصتنا الليلة يا حبايبي، 21 دقيقة، إن شاء الله تستمتعون فيها. والله أكثر متابعين يطالبون إني أطول في القصص، لكن ما أبكش. هي القصة تجي كذا بظروفها، يا قصيرة يا طويلة، لكن إن شاء الله أوعدكم بقصص حلوة وطويلة إن شاء الله. مشكلتنا هنا التحميل الحين، هذه يبغى لي أقل شيء 3 ساعات عشان تتحمل. هنا عند المنطقة ما في إلا الجيل الرابع، والتحميل صعب جدا، يعني بتشغلنا طول الليلة، لكن تستاهلون لعيونكم. وأتمنى منكم الاشتراك وكتابات تعليقات حلوة كذا ولايكات. استودعكم الله.